تيجي بقى نخاطب الطالب اللي يعني محدش بايده بقى يختار اهله ولا يعدل سلوك بس احنا عايزين برضو يا ريت يكونوا يعني بيسمعونا ونقول ان احنا طبعا احنا بنتكلم في الاتجاهين يعني اتجاه دور الاهل مع الاولاد في فتره الامتحانات بس برضو بما ان احنا اوريدي عايشين فتره الامتحانات عايزين بقى ندي نصائح يعني زي ما بنقول ايه حمايه او وقايه من التاثيرات السلبيه بتاعت الاهل للطالب يعني انت دلوقتي هتخاطبي الطالب حضرتك هتخاطبي الطالب تقولي له ازاي يحمي نفسه من السلبيات النيجاتيف انرجي اللي الاهل بيبعتوها له وقت الامتحانات انت بتتكلمي كده على الطالب الكبير شويه احنا كده هنخاطب الطالب الواعي الطفل ده لا حول ولا قوه طبعا يعني الام اللي عليها الدور ما احنا هنرجع برضو طبعا للاهل تاني لازم بالظبط كده الطالب بقى دايما بيقول لك ايه الناجح يرفع ايده انا بقول الناجح بيرفع نفسه بيرفع اهله دي اهم من اي حاجه لازم يعرف اللي بيعمل حاجه لنفسه اول خطوه في بناء مستقبله هو نجاحه في دراسته احنا مش بنقول نهايه العالم يعني هي مش نهايه العالم ان انا حاطط في دماغي ان ثانويه عامه او فتره الامتحان دي ممكن تخليني فاشل في حياتي زي ما احنا لان احنا يعني بنخش الكليه بالمجموع مش تاهيل المواد ده نظام التعليم بتاعنا فلا احنا نبعد نفسنا عن التفكير ان في الحته ان انا ممكن افشل بنجذب لنفسنا الفشل في نظام معين انا ممكن نقول بنتبعه شويه واحنا داخلين على الامتحانات يعني قلنا اول حاجه تهيئه الجو لازم اهيئ الجو لنفسي ان انا بختار مكان انا بحبه ان انا بحب اذاكر فيه تاني حاجه ببعد عن المشوشات ادوات التشويش ما ينفعش ان انا اكون ولا تلفزيون قدامي متابع حاجه وانا قاعد عامل نفسي بذاكر ما ينفعش الموبايل جنبي ومستني بس ده الطبيعي يا دكتور خلاص يعني ما ينفعش دلوقتي الطالب يذاكر من غير ما الموبايل يبقى جنبه والفيسبوك جنبه الموبايل ده بقى جزء لا يتجزا من حياتنا جميعا مش الطلبه بس أنا عايزة حتى قبل ما بتنامي نبص بصه كده بص قبل ما تنام بس انت داخل احنا بنقول ايه فتره المذاكره ما ينفعش العقل يستوعب اكتر والتركيز اكتر من 45 دقيقه خمسة واربعين دقيقة امال ايه 12 ساعة اللي كنا بنقعدها دي هنقعد 12 ساعة بس خدي بين كل خمسة يعني ساعة يعني 45 دقيقة 5 دقايق رست قومي اتمشي قومي دكتور احنا عايزين بعد ال 45 دقيقة دي عشان انا صدمتني الصراحة لان الصراحة انا كنت يعني بقعد احفظ الكتاب واحفظه مرة تانية بس